السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأولى معي جديدة من اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي، ومعكم أسرة وضعية إدماجية حول الأجل برودكشن خيط صيغة لو لابا مع ترجمة كل شيء سنة الخامسة ابتدائي. لو لابا إتان أنيمال أغبيفور. Il se nourrit d'herbe. Il a quatre pattes, sa femelle. Femelle. Il a la pine. Il pèse 4 kilogrammes. Et il mesure 40 cm. Le lapin est un animal herbivore. الأرنب حيوان عشبي. Il se nourrit d'herbe. يتغذى على العشب. Il a quatre pattes. عنده أربعة أطراف. Sa femelle est la lapine. أنثى الأرنب هي الأرنبة. Il pèse 4 kilogrammes et il mesure 40 cm. يزن 4 كيلوغرام وطوله 40 سنتيمتر. لكن عايزين تلامينا كل أصوات لنا نهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك وشارك بالقناة في الأجل يسرق أنت الأجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.